موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. سيطر الثوار على حاجز العبود والتل الشرقي في المحيط به في ريف حماة، كما سيطروا على صوامع الحبوب جنوب بلدة كفران بودا، تزامنا مع اشتباكات مع عناصر النظام أسفرت عن مقتل العديد منهم. إلى ذلك سيطر الثوار على قرية الصخر بشكل كامل ودمروا دبابة على جبهة قرية المغير. سقط 6 شهداء في مخيم أوبين للنازحين القريب من الحدود التركية في قصف لقوات النظام بالصواريخ العنقودية المحرمة دوليا التي طالت كذلك قرى وبلدات ريف اللاذقية المحرر، في حين استعاد الثوار السيطرة على مبنى مضخة المياه الذي يعتبر خط الدفاع الأول عن قرية غمام، ودارت اشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر النظام. استشهد 3 مدنيين في بلدة المقلبية بريف دمشق إثر قصف مدفعي للنظام، في حين سقط شهيد آخر في مدينة دوما نتيجة قصف مماثل. وفي الغوطة الغربية ارتقى شهيد في مدينة دارية إثر قصف من طيران النظام الحربي والمروحي بالصواريخ وبالبراميل المتفجرة. استعادت قوات النظام السيطرة على قرية الشيخ أحمد في إطار سعيه لفك الحصار عن مطار كويرس العسكري، تزامنا مع غارات للطيران الحربي على محيط المطار، كما دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهة قرية العزيزية بريف حلب، في حين استهدف الثوار معاقل النظام على تلتي البنجيرة والبجارة بقذائف من مدفع جهنم وحققوا إصابات مباشرة. سقط عدد من الشهداء والجرحى في غارات للطيران الروسي على قرية الجنيطرات وبلدة مهين بريف حمص، في حين تعرضت منطقة الحولة في الريف الشمالي لقصف بقذائف الدبابات، واستهدف عناصر النظام حي الوعر بالاسطوانات المتفجرة. شن طيران التحالف الدولي غارات استهدفت معمل غاز كونيكو وحقل العزبة النفطي بريف دير الزور، كما استهدفت قوات النظام بقذائف الشيل كقرى الحسينية والجيعة والجنينة في الريف الغربي. بالمقابل استهدف تنظيم الدولة بعربتين ملغمتين محيط مطار دير الزور العسكري وقرية الجفرة المجاورة، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر النظام بينهم ضابط. نهاية الموجز، بأمان الله.